هلا شباب، اليوم يا موقع تعدين كمي. طبعا هذا الموقع صار له 6 ايام من اطلقت هاي المنصة. الموقع بعد باول ايامه، اللي يحب يغامر ويستثمر ويانا بهذا الموقع راح اخلي رابط بالوصف، راح اخلي قناة التليجرام كذلك بالوصف لكوني انشر بها فترة سحب يومية لهاي المواقع، واي شخص يخليها راح تكون بمسؤوليتي الشخصية. هنا راح يكون عندنا بريد الكتروني وكلمة سر وكلمة امان، وهنا الكود خليه مثل ما هو، بعد اضغط على يسجل. انا عندي حساب راح اسجل دخوله وكمل باقي الشرح وياكم. بعد ما انشأت حساب وسجل دخول، راح عندك الموقع بهالشكل هذا. يواجه الموقع مثل ما تشوفون. اول شيء راح اسوي اثبات سحب، بعدها كم تفاصيل باقي الموقع. هنا عندي بالواجهه الرئيسيه اللي هي تحديث كمي. لو اجيت على التحديث الكمي راح ياخذني على تفاصيل الفي اي بي او التعدين. راح تشوف ان انا حاليا انفعل اللي هو في اي بي 1، مثل ما تشوفون ينطيني نسبه 20%، فيتفعل عندي مثل ما تشوفون ب10 USDT. اجي اضغط هنا على ابدا بتعديل الكمية، راح ياخذ وياي وقت اقل من 7 ثواني الى 10 ثواني، وبعدها راح يقول لي اكتمل. فمثل ما تشوفون حاليا قال لي اكتمل، انطاني الدولارين. فارجع اسوي اثبات سحب، اتوجه الى البيت، بعد اطلع على انسحاب، اخذ انسحاب، راح ياخذني على تفاصيل السحب. راح تشوف انه هنا عندي القيمة اللي هي دولارين، راح اكتب القيمة واخلي العنوان وكلمة الامان، وبعدها اضغط على يتأكد. فأول شيء خلي كلمة الأمام، بعد أضغط هنا وأخلي عنوان USDT 20 وأكتب القيمة اللي هي دولارين، وبعدها أنطي يتأكد. حتى عندي عملية السحب تلقائية مثل ما تشوفون، قال لي سحب ناجح. فحاليا راح أرجع أكمل تفاصيل باقي الموقع ما بين توصلنا الدفعات. بالواجهة الرئيسية راح يكون هنا عندي دعوة الأصدقاء وتعاون الوكالة، وعندي تعبئة الرصيد والفريق والانسحاب والأخبار. أما هنا راح يكون عندي بالاستثمار اللي هي يعني تكون هنا هي الفي أي بيات أو كبار الشخصيات مثل ما نقول. راح تشوف إنه هنا عندك اللي هو في اي بي 1 يكون نسبة الربح 20%، ينطيك ضغطة واحدة يتفعل ب10 USDT. في اي بي 2 يتفعل ب30، ينطيك نسبة الربح 21 بضغطة واحدة يوميا. هذا الكلام ينطبق على باقي الفيابيات اللي تكون بالاسفل. هنا راح تكون عندك مكافآت الدعوة، الناس اللي يسجلون من خلال كود الدعوة رابط الدعوة الخاص بيك. مثل ما تشوفون لو اجي ضغطت هنا على مكافآت الدعوة راح ياخذك على النسب الموجودة هنا. راح تشوف انه عندك اللي هو ليفل 1 ينطيك 13%، ليفل 2 ينطيك 3، وليفل 3 ينطيك 2%. هنا راح يكون عندك اللي هو كود دعوة خاص بيك، وهنا راح يكون رابط الدعوة الخاص بيك. اما هنا راح يكون اذا انت حبيت تفعل في اي بي، مثلا حبيت تفعل في اي بي 2، تضغط على في اي بي 2 راح يفتح عندك بهالشكل هذا. تنطي هنا نقر على افتح الان، راح ياخذك على تأكيد. تنطي تأكيد، بعد تختار USDT 20، راح يطلع لك عنوان وباركود. تاخذ العنوان تحول عليه الاموال، او تاخذ الباركود وتحول عليه الاموال، وبعد ما تصلك الاموال راح يتفعل عندك الفي اي بي تلقائيا. واي شخص يخلي ايداع راح تكون بمسؤوليته الشخصية. فاذا انت اجيت الى البيت راح تشوف ان هنا عندك اللي هو الفريق او التيم الخاص بيك. لو ضغطت هنا راح ياخذك على تفاصيل التيم او الفريق الخاص بيك. راح تشوف ان هنا تطلع عندك العمولة الكاملة من الفريق، وهنا راح يكون عندك مجموعة الناس اللي سجلت، وهنا مجموعة الناس للدعوات الصالحة، وهنا تقارير الفريق بالكامل، وهنا راح تكون عندك المستويات، وهنا النسب اللي انت تحصلها من المستويات. اما حاليا راح توجه الباينس اتأكد من الدفعات انها وصلت. وبعد ما دخلنا للمحفظة توجه الى الفوري، وبعد على USDT نذهب الى سجل الايداعات نشوف اخر ايداع وصلني. مثل ما تشوفون هو بقيمة دولارين. فحاليا موقع صادق ما بيه اي مشاكل. اي شخص يخلي ايداع راح تكون مسؤوليته الشخصية. واذا كان عندك سؤال استفسار اكتب لي بالتعليقات، وان شاء الله ارد على الجميع، واشوفكم على خير.